اقتصادياً، يسعى ترامب لتقديم تخفيضات على ضريبة الدخل وتقديم ضمانات ضريبية للشركات، بينما يعتزم بايدن زيادة الضرائب على ذوي الدخول العالية. بالنسبة لكورونا، ترامب يناهض الإغلاق بانفتاح آمن ويعطي الأولوية لإيجاد علاجات سريعة للفيروس. بايدن يريد إعداد برنامج اختبار وتتبع لمحاصرة الوباء. قانون الرعاية الصحية، يسعى ترامب لإلغائه وهو المعروف باسم أوباما كير والذي كان عهد إدارة أوباما. يريد بايدن حماية قانون الرعاية الصحية وتوسيعه. بالنسبة لقضية المناخ، ترامب يريد توسيع استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، فيما يقترح بايدن منع إعطاء تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز بالأراضي العامة. السياسة الخارجية، ترامب يطالب بالإبقاء على التعريفات الجمركية على البضائع الصينية. بايدن يطالب بالتخلص من التعريفات المفروضة من طرف واحد على الصين، ويطالب بجعل الصينيين محاسبين عبر تحالف دولي لا تستطيع الصين تجاهله. من مصر، محمد عبد العال.